تامر. ايوه. انا اخر ظهر عامل ايه؟ سوري. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الصدف دي؟ صدف سعيده. هاي مريم صح؟ ايوه. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. دي صدفه؟ انت مين اللي قال لك على البرنامج؟ محمد. فعلا؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بس انا برده اول مره شفته كانت صدفه، وحاجه برده تبع الميديا. بجد؟ ساره كنت شفتها في مدينه الانتاج الاعلامي. اها. مرتين وصدفه برده. ايوه. كل مره كان يبقى تايه وانا بوصله يعني. بس تاني مره دي كانت صدفه مدبره، قلت لي مش عارف اروح، فقلت لك انا اعدي عليك اوديك. لا يعني دي كانت صدفه مفتعله بتاعه عبد الحليم. والله يعني انا قلت له كذا مره طب جرب حتى تشتغل في المجال ده، يعني هو متكلم وبشوش، فانا قلت له لازم تعمل كده اصلا. بس انا هفضل وراك لحد ما اوديك. توديني فين؟ تشتغل. تمثل حتى على لازم. والله انا بحب ضحكتك قوي، انت جميل، انا بحبك يعني. حلوه ضحكتك، تقدر تعمل برنامج وتشد الناس. ربنا يخليك. غيرت رقمك ولا هو هو؟ لا هو هو. كان مميز. 99 صح؟ ايوه. يلا ستاند باي. يلا انا جاهز. 3 2 1 اتفضل. كل اتنين مخطوبين او متجوزين بينهم قصة حب مختلفة، والاختلاف بيكون في شدة التوافق اللي بينهم. في برنامجنا كابلز بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحلة اسبوع لتركيا شامل الاقامة والسفر. انا ضيفي النهاردة صدفة، ودايما بشوفه صدفة. تامر؟ ايوه. ومدام ايه؟ شيرين. شيرين. انا اسفة. ممكن اعيد تاني؟ انا اسفين يا جماعة معلش. طيب. يلا تاني اتفضل. يلا. ضيفي النهاردة تامر ومدام شيرين. انا برحب بيك في البرنامج وبسالك، عندك فكره عن المسابقه؟ تشاش. برنامجنا عباره عن مسابقه اسئله على فقرات، بسالكم الاسئله دي، لو كانت اجاباتكم متوافقه بتكسبوا رحله اسبوع لتركيا عشان الاقامه والسفر. تمام. جاهز؟ جاهز. فاصل وهنرجع تاني مع تامر ومدام شيرين. فين الاعلانات؟ لا دي الاعلانات دي عندهم بقى مش عندي انا. والله دمه خفيف قوي. انت فاكر اصلا يوم اللي قابلتك فيه ده؟ انا كنت رايحه متضايقه جدا، وف يعني هو ماشي، عارفه لما تلاقي حد تايه كده فلقاني بقى، مش انت لقيتني. هو ما قاليش ان هو قبل كده. مش عارفه يعني، انا ما اعرفش، بس انا عارفه ان تامر متجوز وعنده اولاد. ماشي، بس هو ما قاليش ان هو قبل كده. قابلنا كتير اصلا بعد كده. طيب كويس. انا عايزه اقول لك انه بيلعب طاوله هايل هايل. لا دي انا متاكده منها. والله العظيم هو اللي علمني الطاوله اصلا. انت ما بتقولش لمدام يعني؟ ده حتى قلت له عرفني عليها يعني. ايوه ايوه فاهم. سوسو. ايه ده بتقولي يا سوسو؟ طب اقول لك يا توتي بقى قدامي الناس. ايوه. هقول يا توتي. هتقولي يا سوسو؟ هقول لك يا توتي. لازم اعلمك طاوله وقتك تقعدي معانا على القهوه. تخيلي بيقعدني على قهوه يعني. انا لا، بس هو القهوه اللي بيقعد عليها ما بتقعدش عليها بنات خالص. لا قهوه تانية بس يعني فيها اجانب فبيقعدوا عليها بنات واولاد. بس بنزل بقى متحوله بقى يعني كاب بقى كل ده عشان اتعلم طاوله بس. طب وتعلمتي؟ هو لسه بيغلبني بس يعني بحاول. طيب. ورجعنا لكم تاني مع تامر ومدام شيرين، واول فقره معانا النهارده اسئله ليكم انتوا الاثنين. تامر، انتوا متجوزين بقى لكم قد ايه؟ 15 سنه. 11 سنه. يعني 11 سنه جواز لسه بتحب مدام شيرين؟ طبعا اكيد، مش ام عيالي. بتحبهاش ام عيالك بس؟ وعشان مراتي بس. مش بتحبهاش حبيبتك؟ مش بتحبهاش يا حبيبتك يعني؟ ايه؟ مش بتحبهاش يا حبيبتك يعني؟ يعني مش عشان حبيبتي طبعا اكيد. هي مدام شيرين انا بحبها عشان حبيبي. طب واللي يحب مراته يقعد طول الوقت بره البيت كده على القهاوي؟ لا دي حاجه ودي حاجه. انت عرفتي كمان ان هو بيوضع القهاوي طول الوقت؟ لا انا هحكي لك بلاوي. لا كويس. مدام شيرين، سؤالي ليكي انت دلوقتي، تعرفي كل حاجه عن جوزك؟ هو واضح انه لا، بس انا اسالك تاني. تعرفي كل حاجه عن جوزك؟ هو كل حاجه ما عدا انه قبلك، هي دي الحاجه الوحيده اللي ما اعرفهاش. انا مش عارفه يعني. انا عارفه كل حاجه عنك. عني انا؟ يعني عارفه عنك وعن البيت وكده يعني. كويس. طب ليه ما قلتلهاش؟ يعني انا كذا مره اقول له عرفني على بيتك. للاسف بقى ده سوء حظ ليا انا. للاسف. على العموم هنتينا نتعرف ان شاء الله. تبي تيجي؟ انا عندي برده بنت صغيره كده بتلعب. كان اسمها ايه؟ كنزي. عندك بنت صغيره صح؟ شفتيها؟ لا يعني هو لسه ما شفتيهاش. لا بس ان شاء الله يعني هتعرف عليكي اكتر. اكيد طبعا ان شاء الله. يشرفني، تنورينا طبعا.
اه ان شاء الله. حضرتك حامل صح؟ اه. ولد تاني ولا بنت؟ لا لسه ما نعرفش. انا لما عرفته كنت لسه داخله برضه في حمل، فكان قال لي لو جيت ولد سميه ياسين، فانا بس انا جبت بنوته سميتها جنى. ان شاء الله بقى انت تجيبي ياسين. سؤالي بقى لحضرتك، بتثقي في جوزك؟ قوي؟ بيحكي لك عن علاقاته قبل الجواز، علاقاته في الجامعه، اصدقائه؟ اه علاقاته في الجامعه انا كنت عارفاها لاني كنت زميلته. اصدقائه بقى التانيين بره مجال شغله خالص؟ اصدقائه التانيين بره مجال شغله انا اعرفهم، بس مش هعرف يعني، ما يهمنيش اعرف هم يعني مشاكلهم وحياتهم. علاقته بيهم انا عارفاها حدودها ايه يعني. انت مع الستات اللي مقتنعين ان فرق السن بين الراجل والست مش مشكله خالص؟ يعني ممكن يعني الست تحب راجل اكبر منها 10 سنين مثلا؟ والله اكيد ادم حبيته يبقى بيفكر بالطريقه اللي هي انت متضايقه منه من حاجه؟ لا خالص، اصل انت بصيتي له بصه غريبه دلوقتي. متضايقه من حاجه؟ ادم بتحبه فاكيد يعني بيفكر بطريقه تعجبها. تعملي ايه مثلا لو في حياه جوزك في علاقات تانية يعني، ولو ظهرت لك علاقه فجاه في حياتك هتعملي ايه؟ هواجهه بيها. انت بتحبيه فمش هتبقي انانيه صح؟ يعني ممكن تسيبيهم يرجعوا لبعض تاني او تسمحي بوجود واحده تانيه في حياتك؟ ما كانش في حد قبل كده عشان يبقى حد يرجع تاني. انا بقول لك لو ظهر لك في حياته. لو ظهر لي في حياته هواجهه بالعلاقه واشوف ايه وجهه نظره فيها ونقعد نتكلم مع بعض. طب ما انا وانت اكتشفنا ان في حاجات انت ما تعرفيهاش. يمكن لا، ما هو معرفته بيكي ده مش علاقه، لانه قبلك وان انت عرفتيه طريق زي ما انت ما بتقولي دي مش علاقه. دي مجرد صدفه. على قد الكلام اللي يقدر يعني اللي اقدر اقوله في برنامج. يا استاذ سارة بدا احنا كده بره البرنامج، بعد اذنك احنا خرجنا على السكريبت خالص، في اسئله من بره خالص. معلش والله سوري، هو الكلام جاب بعضه مش قصدي يعني. طب يا ريت نلتزم بالسكريبت والاسئله. الفقره الجايه هتكون معانا مدام شيماء. بس ايه سوري؟ شيرين. شيرين، انا دايما بنسى اسمها على فكره، مش عارفه ليه. اسمها ما تنسيش. اشمعنى يعني؟ شيرين. اوكي، الفقرة الجاية هتكون معانا مدام شيرين بس من غير تامر. فاصل وهنرجع تاني مع مدام شيرين. اكتر اعتقد ان احنا الاثنين بنحب بعض قد بعض يعني. اكتر حاجة بتحبيها فيه؟ اكتر حاجة بحبها فيه ان هو حنين قوي عليا انا والولاد. هو حنين قوي فعلا. امتى اخر مرة قالك بيحبك فيها؟ لسه قايلي دلوقتي واحنا جايين. ايه اكتر اغنية ومطرب تامر بيحبهم؟ تامر بيحب هاني شاكر وعبد الحليم. ما بيحبهمش؟ لا، هو بيحب محمد منير وبيحب محمد فؤاد. اكتر حاجه بيحبها لمحمد منير ايه؟ اكتر اغنيه بيحبها بجد لمحمد منير يعني؟ هو بيحب اغاني منير كلها. طب قولي اغنيه عشان انا يعني ابقى عارفاها عشان النتيجه محدده يعني. سو يا سو. انت عارفه انا اسم الدلع بتاعي سو بجد؟ يمكن عشان كده بيحبها. ممكن. اكتر فيلم بيحبه واكتر ممثل بيحبه؟ هو بيحب افلام الاكشن وبيحب ممثلين الاكشن. بيحب احمد سقا وبيحب احمد حلمي وبيحب احمد سعد ومحمد سعد سوري. بتهيالي بيحب فيلم الجزيره، دلينا العظماء يعني. دلوقتي هندخل تامر وهنساله نفس الاسئله اللي سالناها لمدام شيرين. فاصل وهنرجع تاني مع تامر. ممكن حد يندق استاذ تامر؟ تامر جابولك شاي؟ لا. ايه ده؟ شفتي؟ هنشربه سوا مع بعض بعد الحلقه. ماشي. انت معاكي عربيه؟ لا، عربيته. بتعرف تسوق؟ مين؟ مراتي؟ اه. هو علمك برضه السواقه؟ لا، مش هو اللي علمني. مفيش زوج بيعلم مراته السواقه ابدا، مش هينفع. طيب خلاص، عشان هي ممكن تروح عشان الولاد. انا عايزه اكلم معاك بس شويه صغيره. يلا رجعني من الفاصل بقى. ورجعنا لكم تاني مع تامر ومدام شيرين، ودلوقتي هنساله نفس الاسئله ونشوف التوافق في الاجابات. تامر، مين بيحب التاني اكتر واكتر حاجه بتحبها في مدام شيرين؟ السؤال الصعب ده. لا يعني مين بيحب التاني اكتر؟ طيب هجزقه لك. ايه انت بتسالني انا؟ انا بحبها اكتر. طيب
طيب ايه اكتر اغنيه ومطرب انت بتحبهم؟ هات لي اسم مطرب واغنيته. محمد منير. اكتر اغنيه بتحبها لمحمد منير؟ اسمر يا اسمراني. ماشي، انا برضو غششت على محمد منير. اكتر فيلم وممثل انت بتحبه؟ فيلم واحد وممثل واحد. ممثل انا بحب نور الشريف. اوكي. فيلم الجزيره مثلا لاحمد السقا، ده حلو. ماشي. دلوقتي هيبقى معانا تامر بس من غير مدام شيرين، فاصل وهنرجع تاني مع تامر. يلا يا استاذ فين؟ نرجع مكاننا، انت سامعانا ولا ايه؟ تلبسي الام بي سي يلا اقعدي في مكانك. قلت لك عندي مشكله في الصوت. اضحك. بص يا ابني، كان بيقول لك عليه بالظبط. استاذ تامر بعد اذنك، هو حضرتك تعرف المدام؟ تعرف الاستاذ؟ انا اسف سوسه. طب دي دردشة. طيب واحنا عايزين ماشي اتفضل. يعني هنبتدي الفوق. يلا استاذ سارة. يلا يلا. ماشي. دلوقتي هترجع لنا مدام شيرين وهنسألها هي وتامر نفس الأسئلة، فاصل وهنرجع لكم تاني. اتفضل دخل مدام شيرين. معلش يا جماعه، يبدو ان انتم مضطرين بقى تستضيفوني معاكم. عادي، مضطرين ليه؟ يعني مشكله. ها؟ ليه؟ مفيش. انت مش رايحه؟ اه جميل. سوسو تعالي لي الكنترول بعد اذنك. لازم تعالي الكنترول. تامر من فضلك ارجع تحل الموقف ده. لا مش تهريج، انا ما بهزرش. والله. سوري طاوله. خليكم في الشطرنج عشان مخكوا يشتغل، ما تقعدوش تعملوا كده يبقى الدنيا فيها مراه. عشان الناس عيب كده. مش الكلام ده، كنا هتعرفني قبل كده. مش صح. هتروحي انت وانا ما فيش اي مشكله. انا هاجي اشرح لك فعلا ان انا هدخل. ماشي، ابقى اخدها معايا، ايه رايك؟ ماشي، انت وهي روحوا لوحدك وانا اروح لوحدي. ليه نجيبها معانا؟ مش مشكله. لا 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 لا، ما ينفعش. فين ال عموما انا عديت الموقف ده بس عشان الناس جوه قالت لي لازم يعني اخلص والحلقه تخلص. تمام، بس انا ليا كلام معاك تاني بعد البرنامج. اوكي. سيت شكلك خلاص انهارتي، يعني مش عارفه تشتغلي. ايه انت مش عارفه تشتغلي خلاص؟ شكلك توترت. شكلها توترت زياده عن اللزوم. سوري معلش، انا ما اعرفش ان انا هوترك قوي كده. كنت لا على فكره مش متوتره منك، انا متوتره بس عشان انا شفت تامر وانا يعني. لا انت شكلك لا اوريدي يعني. انت بتشوفي تامر كتير فما تتوتريش، فهو تقريبا الجديد النهارده ان انت شفتيني، فده شكله وترك قوي. لا هو الجديد ان انا وانت كنا في نفس الموقف مع بعض. ازاي؟ ليه؟ وانت يعني كنت مراته قبل كده؟ لا مش مراته بس يعني. طيب. هو برده عشان اريحك، انا بقالي فتره ما شفتوش يعني، فلما شفته برده النهارده كانت مفاجاه يعني. انا على فكره مش تعبانه، انا حتى لو كنت شفتيه وبشوفيه كل يوم مفيش اي مشكله عندي، انا واثقه فيه. ماشي، انا كمان برضو واثقه فيه وعارفه انا برضو بالنسبه له ايه برضو. طيب اوكي. على فكره انت كنت وحشني قوي والله، انا اتوترت لما دخلت وشفت. طب ايه ده؟ هو الناس الوحشين بعد كده مش بيسلموا على بعض بحراره شويه؟ ما انا قلت لك انت اول مره شفتيه حتى انا وانت كنا. لا عادي عادي، جو اهيد، انا مفيش مشكله والله. قومي يعني خديه بالحضن وعادي، مفيش اي مشكله. احنا في برنامج بس حضرتك يعني بعد خلاص بعد البرنامج تاخديه معاه شويه. بعد البرنامج انا موافقه يا تامر، مفيش عندي اي مشكله. طب يا تامر، ما هي موافقه كده، انت ليه من الاول قلت لي ما ينفعش اتجوز؟ على شفتي بقى، على فكره عشان انت، عشان ده معناه ان هو ما بيقولكيش الحقيقه. تقريبا كان عايز يتملص من الموضوع. لا مش يتملص، هو كان عايز يتجوز في السر، بس انا ما برضاش اتجوز في السر خالص. يلا يا بابا يلا خلينا نخلص. وعموما برضه انا ممكن اقول لك الحاجه تضايقك قوي. ايه هي؟ تضايقك بجد. انا ما بضايقش. لا انا ممكن اخليكي على حاجه يعني بصي تقلبي الدنيا كلها. لا 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 ما بقلبهاش الدنيا، تتقلب بقى مش عليا انا. والله دي الحاجه الوحيده اللي بجد ما قالكيش عليها فعلا. عارفه ايه هي؟ ايه هي؟ انه ما يعرفكيش. هو اكيد ان هو ما يعرفكيش. اقول لها؟ خلينا في الحلقه احسن. اقول لها السر اللي انت مخبيه عليها؟ خلينا في الحلقه احسن. هقول لها يا تامر. خلينا في الحلقه. هقول لها. قولي لها. انت بنوتك اسمها ايه؟ قلتي لي؟ دي حرية شخصية. تامر انا هقول لها. قولي لها.
حريه شخصيه. انا بنوتك اسمها ايه بس عايزه اسالك؟ قلت جنى. جنى؟ اي اوعى تكون جنى بنته، هي دي اللي انا ما اعرفوش. اوعى اعتبر ان هقولها السر اللي انا وانت مخبينه عليه. مش عارفه. ماشي؟ ماشي؟ لا طبعا. لا هقول. لا ما تقوليش. لا هقول لها ان انا عملت فيها مقلب.